رجعنا لكم كملين معكم في السواقة تايم، وزي ما عودناكم وكل ما تقدمه في هذه الرحلة الإبداعية حول المملكة كرياتيف نيشن روتشو، هذا المشروع أطلقته أكاديمية NBC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. اليوم في عندنا حدث، لكن وين؟ ننتقل الآن من دبي ها إلى وين؟ إلى تبوك، والزميلة رضوى مزين بالصوت الصورة. حياك الله رضوى، صيفي لنا الأجواء وكيف هي الأجواء عندك؟ حياك الله فارس، حيا الله كل مستمعينك عبر بانوراما FM. احنا الان متواجدين في تبوك، بالتحديد في اوتيل جراند ميليليوم. طبعا الساحه او اقول لك القاعه في NBC اكاديمي مليانه من المشاركين، وطبعا اللجنه موجودين في نوع من الصرامه وفي نوع من التعاطف مع المشاركين. المشاركين طبعا اللي لفت انتباهي بانه في اطفال مشاركين، وفي كمان كبار تميزوا بالاخراج، تميزوا بالغناء، وكمان تميزوا بالتمثيل. ولكن احنا الى الان في قلب الحدث وقاعدين نعيش الاجواء معاهم، راح افيك بكل ما هو جديد. ولكن انا حابه اوصل لك فكره لكل من يسمعنا ويشوفنا، بانه المشاركين الاطفال عندهم حماس لا يوصف بسبب وجود اهلهم معاهم، لهم مشجعينهم سواء على تمثيل أو غناء. وإن شاء الله بوصل لك كل التفاصيل وبنقل لك إياها فارس بإذن الله في أجواء تبوك و NBC أكاديمي. ممتاز. سؤال أخير رضوى، أنتم مكملين في تبوك لعدة أيام مو بس اليوم صحيح؟ بإذن الله اليوم السادس وبكرة السابع إلى يوم الخميس اليوم الثامن بإذن الله راح نكون معاهم أول بأول. ممتاز. المشاركين مستعدين أهم شيء ها؟ اي مستعدين، صح انه في شويه ربكه، وطبعا هو في رهبه اكيد على المسرح، ولكن الحلو في اللجنه بانهم لما يحسوا ان المشارك مرتبك يعطوه فرصه، اوكي تقدر تقدم لنا شيء ثاني، طب تقدر تغني شيء ثاني، طب تقدر تمثل شيء ثاني. هذا الجميل، يعني متفهمين اكثر منهم متعاطفين. ممتاز. طيب سؤال اخير، يقدروا يسجلون يلحقون الحين في اليومين الجايه رضوى؟ بالفعل يقدر يسجل بكرة وبعده، اليوم ابتدى طبعا، يقدر يدخل على الموقع NBC أكاديمي، وبإذن الله الكل الله يوفقه بمشيئة الله. رضوى مزين زميلتنا من NBC FM الآن متواجدة في هذا الحدث في مدينة تبوك و NBC أكاديمي. الحق الحين سجل اليوم وبكرة وبعده رضوى، عشان يعني اللي عنده موهبه مو بغلط NBC والهيئة العامة للترفيه. لو عندك موهبه يلا سجل، اكثر من كذا تمثيل ومذيع يكفي خلاص. ما نقدر. انا قاعد افكر ان انا اقول عندي صوتي حلو بس اخاف. لا لا صوتك حلو، خلينا نجرب كذا مع بيننا مع بعض بعدين نبدا افضل عشان الناس. شكرا لك يا رضوى. يعطيك العافيه. شكرا لك فارس. شكرا لك يا رضوى مزين، تحياتنا لك. كانت معنا بصوت الصوره من مدينه تبوك، تحياتنا لك يا رضوى.